في المعاملات. وشيخنا الكريم الله يحفظكم، نريد منكم كلمة باختصار عن الحكم الشرعي في شركة دي اكس ان والتعامل معها حتى يستفيد منها عموم الناس. الشيخ اطلع، يعني حتى يكون ذلك، اطلع الشيخ على نظام الشركة، واطلع على يعني شرح له الشيخ يعني كيف يحصل العضو على العمولة وعلى بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين. اما بعد، فمقدمه قبل ان ندخل في الموضوع، اعمال الناس في هذه الحياه الدنيا تنقسم الى ثلاثه اقسام. اعمال الاصل فيها التحريم ولا تحل مطلقا، وهي الشرك بالله، الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك. وأعمال الأصل فيها الإباحة، وهي مباحة الأصل، وهي معاملة الناس فيما بينهم. وأعمال توقيفية يشترط فيها الرجوع إلى الشرع لأخذ الحكم حلال حرام، وهي الأعمال التعبدية، لا يجوز فيها الاجتهاد، لابد فيها من النص. ما يتعلق بالصلاة والصوم والزكاة هذا نصوص، ما يتعلق بالتوحيد باب مغلق، توحيد ليس فيه اجتهاد أحد ولا يقبل بعقل من أحد، سمعناه وأطعنا. باب العبادات نفس الشيء، سمعناه وأطعنا. باب المعاملات فيه مجال للاجتهاد. لما بعث النبي صلى الله عليه وسلم معاذ إلى اليمن، قال له لم تحكم؟ قال احكم بكتاب الله. قال فان لم تجد؟ قال فبسنه رسول الله. قال فان لم تجد؟ قال اجتهد الله ولا امن. فاقر النبي صلى الله عليه وسلم ذلك. هذه الشركه هي ليست من باب العقائد، بل عملها ليس عمل متعلق بعقائد الناس ولا بعبادات الناس، انما هو شيء يدخل في عموم المعاملات. عموم المعاملات تنقسم إلى قسمين. معاملات الأصل فيها التحريم وهي ستة، وبقية المعاملات كلها حلال. هذه أصول الحرام. الأصول المحرمة الذبائح كلها، الشركة تذبح كل الذبائح محرمة إلا ما الناس مضى عليه. كانت هي تذبح دجاج ولا تذبح ولا تذبح، نقول إيش ذبائحها؟ مسلم يذكر اسم الله هنا يكون حلال، يهودي ذكر اسم الله حلال، نصراني ذكر اسم الله حلال، غير ذلك من المشركين لا تحرم ذبائحهم. هذه المسألة. المسألة الثانية من الأصول المحرمة هي ما يسمى بالفروج، فروج النساء كلها حرام إلا ما أحل بعقد شرعي، وهذا ليس مجالنا. المسألة الثالثة من أصول الحرام هي العرض، أعراض الناس. ما تتكلم على أعراض الناس وفلان وفلان في فلان في، أصل في أعراض الناس تحريم إلا ما أباحه الشر أو عرض الفاسق المجاهر المسكين. المسألة الرابعة دماء، دماء الناس، هل القاتل ولا سفك دم ولا آخر، أصل دماء الناس كلها تحريم. المسألة الخامسة أموال الناس، الأصل في أموال الناس التحريم، ما يجوز تأخذ مال من غير حق من غير سبب. هذه النقطة هي اللي سندخل فيها الآن. بقي واحدة الربا، بقي الذبائح، اللحوم وهي الذبائح والفروج والأعراض والدماء والأموال والأموال والربا. ها؟ الربا يدخل في الربا، يدخل في الربا. هذا كم واحدة؟ ستة، خلاص ستة هذه بس. هذيك العقيدة. خلاص طيب ندخل في الموضوع. الآن نصل لهذا أموال الناس. الله عز وجل يقول: ولا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل وتبدوا بها إلى الحكام لتأكلوا فريقا من أموال الناس بالإثم وأنتم تعلمون. إذا أكل مال الناس
بما هو باطل حرام، وأكل أموال الناس بما هو حق حلال. نأتي لهذه الشركة، وهذه الشركة هي أكل لأموال الناس، هل هو بباطل أو بحق؟ هذا سؤال. هل الناس الذين دفعوا أموالهم استفادوا وأفادوا أم لا؟ هذا يرجعنا للدوائر الثلاث. الدوائر الثلاث هي دوائر المعاملات. ما من عمل يعمله الإنسان ويخرج عن إحدى الدوائر الثلاث. دائرة الظن وهو المبني على النقص، نقص حق الغير وهو أكل المال حراما. دائرة العدل وهي المساواة، تعطي وتأخذ على قدر المساواة وهو البيع. دائرة الفضل، تعطي أكثر ما تأخذ. دائرة الظلم ضد دائرة الفضل، الفضل تعطي أكثر مما تأخذ والظلم تأخذ أكثر مما تعطي، وما بينهما العدل. طيب، عندما نأتي للربا ومساواة الربا بالبيع عند المشركين، إنما البيع مثل الربا وأحل الله البيع وحرم الربا. لماذا؟ لأن كلاهما عقد، لكن هذا فيه ظلم والآخر والبيع ليس فيه ظلم. قال تعالى: يمحق الله الربا لما فيه من ظلم، ويربي الصدقات لما فيه من الفضل. إذا بقت عندنا عمل هذه الشركة، وعندنا الدوائر الثلاث، هل ندخله في دائرة الظلم؟ أو ندخله في دائرة العدل؟ أو ندخله في دائرة الفضل؟ إيش رأيك؟ تفضل. لأنك صاحب شركة. خلينا نضع احتمالات. نضع الاحتمال الأول أن هذه الشركة في دائرة الظلم. نقول كيف؟ الظلم على من؟ ومن من؟ من الظالم ومن المظلوم؟ صاحب الشركة قال أنا هذه الشركة أريد أنها تنتشر بين الناس وينتفع الناس في أموالهم وأبدانهم من العدل، بل إحسان. فجاء الشخص الأول اشترى منه، والشخص الثاني اشترى منه، والشخص الثالث اشترى منه، وقال أنا على نيتك كصاحب شركة سأنشر ليستفيد الناس في أموالهم وأبدانهم. الثالث قال أنا على نيتك. الرابع قال أنا على نيتك. بدأ تنتشر النية الحسنة، وبدأ الناس تستفيد في أبدانهم صحة وفي أموالهم زيادة. إذا الظلم واقع على من؟ لا نجد ظلما، لا ظلم لا من صاحب الشركة، ولا من المشتري الأول، ولا من المشتري الثاني، ولا من الثالث. الكل قد استفاد، والكل يشكر الله عز وجل، وهو يشعر أنه قد تفضل الله عليه في صحته صحة وفي ماله زيادة وكذا. إذا ليست دائرة الظلم، ليست هذه الشركة في دائرة الظلم. نأتي إلى دائرة العدل. دائرة العدل بيع وشراء، المشتري أخذ بضاعة والبائع أخذ ثمنا، فهل الثمن الذي أخذه البائع يساوي البضاعة؟ وهل البضاعة تساوي الثمن؟ فإن تساويا فهذا بيع عدل لا ظلم فيه. لكن إن كان أحدهما أخذ أعطى زيادة فقد تفضل، والآخذ متفضل عليه. من هنا عندما تنزل السعر فقد تفضلت على المشتري بتخفيض السعر. عندما تقول له سعرها 100 وسأرجع لك 10 فقد تفضلت عليه، لأنك أرجعت إليه، إلا إذا كانت هذه البضاعة مما سعره ولي الأمر، كانت مسعرة. من ولي الأمر؟ وعليها قوام الناس كالسكر والرز وإلى آخره، فهذا لا يجوز تخفيض السعر فيها، لأن تخفيض السعر فيها يؤدي إلى الضرر الآخرين الذين ثبتوا على سعر ولي الأمر. لكن إن كانت البضاعة وحيدة وليس لها تسعير، يجوز لصاحبها يرفع السعر إن شاء وينزله إن شاء، يجوز يهبها لمن يشاء ويبيعها لمن يشاء من طرف آخر. إذا المسألة هنا فوق دائرة العدل، فيها عدل من جهة
لكنها أقرب إلى الفضل. يعني التخفيضات هذه اللي تجي في السوبر ماركت مثلا فيها ظل؟ تخفيض مثلا على السكر، تخفيض على الحليب. إذا كان هذا السكر مسعر من ولي الأمر. مسعر. وخفض بعض الشركات فهذا في ظلم التجار الآخرين. زي فندق قبل الناس كلهم يأتون هذا المكان والناس الأخرى ما يجي على طيب. كلمة أسأل أخلوه بعد ما ينتهي. نأتي لموضوع هذه الشركة. هذه الشركة أنا أول ما سمعت الشرح تذكرت حديث وهو أصل ويتبنى عليه البدو. يقول فيه النبي صلى الله عليه وسلم: من دل على خير عمل به أو لم يعمل به فله أجره وأجر من عمل به إلى يوم القيامة لا ينقص ذلك من أجوره شيئا. هذا حساب. وهذا الحديث عام يدخل فيه خير الدنيا وخير الآخرة. وذي دليل العموم في الألفاظ التالية: أولا من نصيب العموم، من وخير النكرة في سياق الإثبات كذب العموم، فهو عام من حيث كلمة من التي تصدر بها، وعام من حيث قوله الخير نكرة في سياق الإثبات في العموم، فأصبح عموم من حيث من وعموم من حيث خير. فأصبح عموم من حيث من أي شخص مسلم أو كافر أو 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 عمل خير. أيضا من حيث خير، هذا الشيء خير في بدني، خير في مالي، خير لا خير لأولاده، خير للمجتمع، أصبح خير عام ومن عام. لكن هذا العموم يقيد، يقيد عموما في الآخرة بالإسلام، فله أجر في الآخرة بالإسلام، لأن الله لا يعطي أجر الكافر. قدمنا إلى ما عمل من عمل فجعلنا هباء من فضل، لكن أجره في الدنيا يأخذ. فعلى ذلك تعامل الدنيا بين المسلم والكافر، اليهودي والنصراني والمسلم على حد سواء. يجوز يدخل هذه الشركة يهود، يدخل فيها نصارى، يدخل فيها مسلمين، يدخل فيها مشركون، يدخل فيها مجوس، لأن التعامل بين الناس في الدنيا مشترك. النبي صلى الله عليه وسلم مات ودرعه مرهونة عند يهوديين. إذا لا تنصاع من شعير المدينة في التجار مسلمين كان مصاصا صدع يأخذ منهم، لكن اختار أن يأخذ من يهودي ويضع درعه عنده حتى يبين للناس أن التعامل في الدنيا مفتوح بين المسلمين والنصارى والمشركين على حد سواء، بشرط أن لا يكون هناك ظلم لأحد. وظلم هو الربا، فالربا من أشد أنواع الظلم للآخرين. طيب، خلاصة ما نقول بعد هذا الحديث ولا على خير، نقول أن هذه الشركة شركة بيكسر هذه ففيها خير ودلالة على الخير، فما يأخذه الدال الأول من أجر من الدال الثاني والثالث والرابع يدخل في عموم قول النبي صلى الله عليه وسلم: من دل على خير عمل به أو لم يعمل به. حتى قوله أو لم يعمل به دل على عمل الغير، وأن عمل الغير بسبب دعوتك مكتوب لك. فأعطيك مثال: لو أن شخص لا يملك شيئا ثم وقع في المسجد قال: يا جماعة عملنا لله مسجدا ولو قدر بيضة قطار بنى الله له بيتا في الجنة، فقام 100 شخص وبنى كل واحد مسجد والرجل لم يصرف هللة واحدة، كم يكتب له؟ 100 مسجد. لماذا؟ لأنه دل. فإن قام وبنى مسجد قال: أنا بنيت مسجد وتعالى وابنه، فبنى 100 مسجد آخر، فلو أجر مسجده الذي بنى ولو أجر الذين اقتدوا به. إذا أنت إن عملت فلك أجر عملك، وإن دعوت فلك أجر دعوتك عند الله في الدنيا والآخرة وعند أهل الدنيا في الدنيا. الله لا يظلم الناس شيئا ولكن الناس أنفسهم يظلمون. ثم إن هذه الشركة فيها صدقة سر، والله عز وجل يقول: يمحق الله الربا ويربي الصدقات. ما معنى يربي الصدقة؟ الربا الزيادة.
إذا نزل المطر على الأرض اهتزت ورابت، يعني انتفخت وأنبتت من كل زوج بهيج، وهذا الربا ربا الأرض لإخراج بركتها. قال تعالى: وبارك فيها وقدر فيها أقواتها في أربعة أيام سواء السعيد. وهذه الشركة بنيت على ما يخرج من الأرض، وما يخرج من الأرض مبارك، خرج منها ماءها ومرعاها والجبال أرساها متاعا لكم ولأنعامكم، وكل ما خرج من الأرض حلال. قال تعالى: كلوا مما في الأرض حلالا طيبا إلا ما خص بالدليل، وهو قليل جدا. أكثر النباتات أو كل النباتات حلال إلا الشجرة الخبيثة الملعونة بالقرآن، هذه شجرة مختلف فيها ما هي إلى ضرقت وقيل 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 إلى آخره. إذا هذا النبات خرج من الأرض حلالا طيبا، وجعل الله فيه شفاء، وجعل الله عز وجل للسعي للإنسان حظ من سعي. فالإنسان الذي يخرج ويأتي لهذه الدولة وهذه الشركة ويأخذ من هذه البضاعة ويأتي بها للبلد من بلدان المسلمين وتنتشر بسببه، كل من أكل من هذا الدواء أو شرب من هذا الدواء أو روج لهذا الدواء فلذلك هو الأشرب المنتج والذي بعده والذي بعده، حتى لو كان غير مسلم الله لا يظلم الناس شيئا. غير المسلم إن عمل خيرا وجد أجره في الدنيا. الله عز وجل يقول: من كان يريد العاجلة عجلنا له فيها ما نشاء لمن يريد. فالدنيا هي العاجلة، ومن عمل خيرا في الدنيا وجد أثرا. الآن أوروبا وأمريكا والدول الكافرة أحسن منا في الدنيا، لأن عجل لهم أعمالهم الصالحة، والمؤمنين أجلت لهم. ولولا أن يكون الناس أمة واحدة لجعل الله لمن يكفر بالرحمة كما تعلمون بيتم سقطا بفضة ومعارج عليها على الفضل. لكن الله عز وجل يعجل للكافر ما قدم في الدنيا. ولهذا السلف الصالح كان إذا واحد إذا تيسرت أموره وجاءت الدنيا خاف، يقول يخاف أن يكون عجل ثواب عمله، وهذا مشكلة. لكن الله عز وجل يهب الدنيا لمن يشاء، ولا يهب الدين ولا يهب الدين إلا لمن أحب. وقد يجمع الله بين حسن الدنيا وحسن الآخرة، الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. أسأل الله عز وجل أن يجعل عملكم هذا خالصا لوجهه نافعا لأمة محمد صلى الله عليه وسلم. من الشركة تشترط حتى تشارك بالعضوية وتحصل على مكافأة الشركة، تشترط أن تكون مجموع نقاطك في المشتريات 100 نقطة أو زيادة، يعني شرط الحصول على المكافأة. هل هذا الشرط، يعني ما حكم هذا الشرط في الميزان الشرعي؟ يعني باب الشروط كلها الأصل في الإباحة إلا ما خلف نصا في كتاب وسنة. المؤمنون على شروطهم، والأصل في الشرط الوفاء، ما لم يكن هذا الشرط يعارض نصا في الكتاب والسنة، وهذا لم يعارض نصا في الكتاب ولا نصا في السنة. فلك أن تشترط في عملك حتى الله يشترط عليك. الحج والعمرة في اشتراط، ولبيك اللهم حاجة فإن حبسني حبس، هذا شرط، فمحلي حيث حبسني، هذا اشتراط على الله، فكيف لا اشترط على الخلق؟ فالاشتراط الأصل في الإباحة. وإذا اشترط 100 شخص 200 شخص 1000 شخص وصاحب عمل وله حق أن يشترط، لكن لا يجوز أن يشترط على البعض وهو يترك البعض الآخر. يجب العدل في الشروط، يشترط على الجميع أو يترك الجميع مباشرة، ولو اشترط على البعض ولم يشترط على البعض الآخر كان ذلك ظلما ويخالف العدل. هل تعتبر هذه سرقة أعضاء يعني تقاس على السرقة؟ يعني يصبح تعتبر هذا ظلم، يعتبر ظلم، لأن يعني الشخص الذي سعى وشاء بك هذا الذي دلك هو الذي يأخذ أجرك. من دل على خير فله أجره وأجر من عمل به، فأجرك عند الله للشخص الذي دلك، وأجرك في الشركة
للشخص الذي ظلمه، بينما تصرفت هذا الأجر لغيره فقد ظلمته وظلمت نفسك. وعندما يدخل الظلم يدخل التعليم. أول شيء، أول فتوى سد ذريعة لا يجوز حتى ينظر، فإذا نظر فيه وعرف أن مصلحته أكبر من مفسدته تصدر فتوى ثانية يجوز. أول ما صدرت للإذاعة فتوى عدم جواز الإذاعة، ثم لما صار القرآن في الإذاعة فتوى بعدم جواز إخراج القرآن من الإذاعة، لأن الإذاعة تضع على الأرض والإذاعة التي تدخل في المحمم. ثم أول قانون إذاعة القرآن الكريم في المملكة جاءت فتوى بوجوب الاستماع لإذاعة القرآن الكريم، كانت ما تجوز. ثم بعد ما جاءت التلفاز بفتوى التحريم، والتلفاز وصور ولا تجوز. ثم بعد ذلك صار في برامج إسلامية وصار تجوز التلباس، ثم جاءت الدشوش، جاءت فتوى تحريم الدش، أن من مات على بيته دش أو غاش لرعيته ويحصل له ويحصل له. ثم جاءت المجد والقناة الإسلامية أصبح الدش واجب، كان ليس عنده دش، خاصة دش المجد واختلع والدش الأسرة والدش اللي محافظ. ثم الآن فتح الشريعة الإسلامية مفتوح أقسام، مثل أصحاب النظر، في واحد نظر خفيف ينظر قدامه 3 متر لكن اللي بعدها ما يشوف، في واحد ينظر 10 متر واللي بعدها ما يشوف. كل ما زاد العلم كل ما زاد البصر، وعندئذ ينظر محيط أوسط. والأصل في التضييق على الناس بالتحريم ضيق الباري في العلم والفهم والابتداع. فلا مسألة إذا ضاق العلم أو ضاق الفهم للعلم أو ضاق الابتداع على حقائق الناس وقعهم جاءت الفتاوى بالتحريم. اتسع العلم واتسع الفهم واتسع العلم بواقع الناس، جاءت الفتوى بالإباحة والحلية، لأن الله عز وجل قال للنبي صلى الله عليه وسلم: ما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. فتبنى الفتاوى على أساس الرحمة، ولا يحرم على الناس إلا ما كان دليله قطعيا من كتاب أو سنة. والأصل في الأشياء الإباحة ما لم يرد الدليل على التحريم إلا ما ذكرنا لكم من أصول المحرمات.